وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا معالي السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك. معالي السفيرة، تحياتي لحضرتك ولأفراد البعثة الدبلوماسية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. حياتي يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بك معالي السفيره. معالي السفيره، طبعا كما تعلمين ان الولايات المتحده الامريكيه وبالاخص مدينه نيويورك تعتبر من اهم المدن التي يقطنها المصريون المهاجرون الى الولايات المتحده الامريكيه. من بدايه الساعات الاولى بالامس معالي السفيره حتى هذه الساعه، كيف راقبت العمليه الانتخابيه لديك في مدينه نيويورك ومدى اقبال الجاليه المصريه على مقر الاقتراع، وكيف تابعت حضرتك هذا الإقبال من قبل الجالية المصرية؟ الجزء الأول من سؤال سيادتك، الإقبال الجالية المصرية كان امبارح، كان يوم عمل، يوم الجمعة، كان يوم عمل في الولايات المتحدة. الحقيقة أنا كنت متوقعة أن الإقبال يبقى محدود، وخاصة في الجزء الأول من اليوم. زي ما سيادتك أشرت قبل المداخلة أنه من 9 لـ 9، فأنا تصورت أنه يعني على الأقل الإقبال هيبقى في النصف الثاني من اليوم بعد انتهاء يوم العمل. الحقيقة أنا كنت مندهشة جدا أنه الإقبال في الساعات الأولى من الصباح كان عالي، ملحوظ بطريقة عالية. وخاصة ده مؤشر إيجابي جدا يا معالي السفيرة. نعم يا فندم، مؤشر ايجابي جدا 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 جدا، وخاصه مؤشر ايجابي للنهارده باذن الله وبكره باعتبارهم بقى ايام عطله يعني. طبعا امبارح كمان كان يوم مطر، ومع ذلك الناس اصطفت يعني على في الخارج. طبعا كنا مقدمين تسهيلات، والحقيقه شرطه ولايه نيويورك برضو كانت مقدمه تسهيلات، كان في تعاون كبير. الناس برضو اصطفت. احب انوه كمان ان كبار السن كمان كان ليهم حضور ملحوظ جدا جدا يعني. فزي ما سيادتك افدت يعني واشرت انه ده مؤشر ايجابي جدا. الجزء الثاني، معلش انا فاتني الجزء الثاني من سؤال سيادتك، اتفضلي. هل ده يعني غطيت السؤال انا؟ الجزء الثاني معالي السفيرة، يعني هل هناك لا قدر الله أي عقبات يعني واجهت الناخبين في الإدلاء بأصواتهم؟ وإذا ما كان لا قدر الله هناك أي عقبات، كيف تقوم البعثة الدبلوماسية المصرية في قنصليتنا في نيويورك بتدليل هذه العقبات من خلال التواصل بينكم طبعا وبين المواطن المصري في الولايات المتحدة وفي مدينة نيويورك بشكل خاص؟ نعم، احنا طبعا حضرتك عارف انه خلال ايام الانتخابات بتتحول القنصليه الى لجنه انتخابيه. اللجنه الانتخابيه بتعمل من خلال وتحت رئاسه اللجنه العليا للانتخابات، اللي الحقيقه موفره لنا 24 ساعه، مش بس ال 12 ساعه، 24 ساعه تواصل مستمر معاها. لو في اي عقبات، احنا بالنسبه لنا انتباهنا يعني اللي هيبقى فيه عقبه هو انه الرقم القومي للمصري القادم للانتخاب يبقى مش مسجل عليه محل اقامه في جمهوريه مصر العربيه، فلانه في الحاله دي هو ما بيظهرش على قاعده البيانات اللي على التابلو. الحقيقه يمكن تجاوزها بالباسبور مثلا يا معالي السفيره؟ الباسبور، بس خلي بال سيادتك انه لو الباسبور مش مسجل عليه برضه رقم محل اقامه بالولايات المتحده، نعم، هنظل في نفس المشكله. نعم. الحقيقه ما واجهناهاش الا مره واحده فقط، وتم التواصل مع اللجنه العليا للانتخابات، ويعني جاري حل النقطه دي مع احد المواطنين اللي كان يعني برضه كان رجل فاضل من كبار السن، ويعني كان بيقول انا حريص جدا اني اجي ودايما والى اخره، وكان يعني متاثر جدا جدا. نعم. بس فتواصلنا على طول مع اللجنه العليا، وفورا يعني تم تدليل هذه العقبات. هيفيدونا النهارده، نعم، هيفيدونا النهارده. نعم. بكيفيه تخطي هذه العقبه. بس الحقيقه المصريين ملتزمين جدا يعني بكل ما تمليه الهيئه العليا من اجراءات قانونيه. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك، وتحياتي لأعضاء البعثة الدبلوماسية لديك معالي السفيرة.